أرض مصر عبق التاريخ ومنشأ الحضارات، كانت الانطلاقة الأولى بمنطقة الأهرامات الساحرة. قدنا صوت النجاح لشغف جديد، فكان العرض الجوي الثاني منورة تطفي بهجة على سماء مدينة سهل حشيش بالغردقة. وقريبا وفي سماء مدينة العالمين الجديدة درة البحر المتوسط، فريق النجوم الفضية المصري مع فريق الفرسان الإماراتي بمشاركة القوات البحرية وقوات المظلات، حيث تمتزج القوة والإثارة بالمتعة والسعادة. العرض الجوي العالمي Air Show.